شباب قسنطينة راهو في أحوال جيدة يعني بعد الأداء اللي قام به في المباريات الأخيرة. تحضير كان تحضير عادي، احنا المباريات يعني كل مباراة نحضر على حساب فريق الخصم، تحضير عادي ثالث الأسبوع. في المباريات هذه يعني يكون تركيز عالي من طرف اللاعبين، يعني بدون تحفيز اللاعبين اللاعب تلقاه دائما محفز باش يخوض مباريات مثل المباريات هذه. الجمهور عنده أهمية كبيرة في مباريات كرة القدم، كي تلعب بلا جمهور يعني يكون نقص كبير حتى في الحماس وفي الإمكانيات تاع اللاعبين. لكن ما باليد حيلة، احنا هذه المباراة الثانية اللي جاتنا بدون جمهور، نلعب المباراة كما كان الحال. والشيء المليح لأنه المباراة في ملعب حملاوي، يعني ملعب معشوشب طبيعيين، وين تكون كرة القدم يعني تمارس على أحسن ما يرام. وأكرم جحنيت على بالكم بلي قام بعملية، والفترة اللي راح تكون غياب وراح يكون يمكن لمدة 3 أشهر، يعني نزيدوا نشوفوا مع الطاقم الطبي وهو يعطيكم تفاصيل. أما بما يخص دوار البارح كان تم الدخول تاعو معنا في المجموعة. حاجي مازال يدرب لكن يعني حضور تاعو معنا مش أكيد يعني. لا، إصابات عادية، حتى أكبر أندية في العالم تجي فيها إصابات، خصوصا المرحلة هذه تاع بداية الموسم، يعني بعد التحضير تكون فيها إصابات، وهذا راجع لشدة المباريات يعني والندية اللي في المباريات. أي مدرب أو أي طاقم فني يطمع في النتائج الحسنة، لكن أنا تبلي رانا في المعدل تاع النقاط. الاول يعني عنده 11 نقطة وحنا رانا بثمان نقاط، على بعد 3 نقاط ماناش بعاد. يعني احنا ماناش الفريق اللي نروحو نلعبو خارج ديار ونتكتلو، والله نلعب يعني بندية مع كل فرق، يعني فريق وفاق ستيف ما يلعبش يعني يروح يدافع ولا يجي الخلف ويستنى يلعب الهجمات المرتدة. راح نلعبو حنايا مباراة عادية للخصم يعني عنيد، لكن بدون أي مركب نقص، لأنه وفاق ستيف هذا دائما نشتغلوا على جميع الجوانب، سواء الجانب الدفاعي او الجانب الهجومي. وانا تبلي يعني رانا في المعدل، يعني ماناش ضعاف هجوميا كما راهم يقولوا الناس. يعني صحيح انه تقريبا ما نسجلوا كثير، لكن رانا نشتغل على الجانب هذا. زيرتوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.